أهلا بكم في حلقة ختامية لهذا الموسم، وستكون حلقة خاصة بما أنه للأسف وصلنا خبر انتشار فيروس كورونا إلى اليمن. نسأل الله العافية لشعبنا ولكل العالم. فيروس كورونا مرض انتشر في العالم أجمع ووصل اليمن، وكنا من ضمن الدول التي لم يصلها هذا الفيروس. مش عارفين احنا انه ما وصلش عندنا او انه ما فيش دولة اصلا او وزارة صحة تعلن عن وصوله، ولكن في البداية لا احد اعترف بوجود هذا الفيروس. احب ان اطمئن شعبنا اليمني العظيم بخلو بلادنا من فيروس كورونا المستجد. في البداية وزارة الصحة الحكومة الشرعية من الرياض كان يعلنوا أنه ما فيش أي حالات مرضية ولا وصل الفيروس إلى بلادنا. أيضا سلطة الانقلاب في صنعاء نفس الشيء كان يقول ما إحنا عيبة، كان يتعاملوا مع الفيروس أنه هذا داعشي، هذا وهذا صلاحي، هذا لازم يخفوه، هذا يعني طابور خامس كان يتعاملوا مع أنه مرض يعني انتشر في العالم كله. أيضا سلطة الانقلاب الثاني في عدن نفس الشيء يقولوا لا ما فيش عندنا فيروس، يعني كلهم كانوا ينكروا وجود أي فيروس في بلادنا وأي حالة مرضية. فقط لما سمعوا أنه فيه احتماليات وصول مساعدات من الخارج ومنظمة دولية لمواجهة فيروس كورونا طلعوا بعدين كلهم يعلن لا هو عندنا كلهم بعدين اعترفوا بوجود الفيروس والمرض هذا في بلادنا. اليوم تعلن وزارة الصحة العامة والسكان عن اكتشاف حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. هي الحالة الأولى المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية اليمنية. رجع كل واحد أول حالة عندي ما عندي، لا والله عندي عيب الله المستعان، عندي رجع ضيف ما عاد فيش فيروس، كل واحد بيعلن أن الفيروس عنده. بالنسبة للحوثيين أيش طلع حقهم الخطيب الجمعة أيش يقول؟ قال الأول حالة من هو اللي كان مصاب بها؟ مصابة بفيروس كورونا المستجد لمهاجر صومالي الجنسية، حيث وصل بلاغ إلى وزارة الصحة العامة والسكان عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الموافق 3/5/2020، وعلى الفور تحركت فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفي. تمام بنقول لهم، قال لك صومالي وفين في فندق وصلوا قدو ميت، يعني اولا معروف ان اخواتنا الصوماليين غالبيتهم نازحين يعني ما بيوصلوش يسكنوا في فنادق، يعني لو قالوا حتى شغال اقل شيء في فندق لا، قال لك ساكن ومتى راحوا مباشره وصلوا قدو ميت. كيف ميت الناس وبلغوهم من الريسبشن، يمكن ريسبشن الفندق انه تعالوا معنا حاله كورونا انا قد ماتت. اولا الناس يبلغوا ويعرفوا المرض من خلال الاعراض كحه وحمى ومدري اي، مش قدو ميت بعدين مباشره يعرف مات خلاص هذا كورونا، ما تدخلش العقل. بس هم عارفين من بيخاطبوا، عارفين انه بيخاطبوا جماعتهم وانصارهم ما بيناقشوش، واذا اعترض واحد يدخلوها السجن يعقمه. وبعد إعلان وجود حالات بدأ الحوثي يكافح المرض، وتعرفوا مكافحة الحوثي لا لا لا. زي ما كافح الجرعة وسقطها بدأ يكافح ويستخدم أسلوبه في مكافحة المرض، لبس الجعب والسلاح والبنادق ويلا وخرج يلاحق الفيروس في الشوارع. أخذوا سلاحهم في الشوارع قصتوا منه كلبة وأيش بيلاحقوا في الشوارع، هو فيروس ما لا يرى بالعين المجردة، لدرجة أنه إذا بلغوا في حالة في بيت ما أو عادوا أحيانا بيكح ولا بيعطس برد ولا شيء يلا تقوم تطوق على البيت وقوات مكافحة والملثمين ومكافحة الإرهاب، يعني يموت فجيعة ما يحتاج يموت بالكورونا، ويخطفوا خط حتى أهله ما يعرفوا شوينه. يا أخي جماعة هذا ومرض فاهمين أنتم العلاج خطأ تماما، في فرق بين طقومات طبية وطقومات مسلحين، بيرسلوا له طقومات مسلحين 12/7 وثنتين بوازيك وكذا هذا بتعكموها وتعدموها وإيش تعملوا به. طبعا ما طلعوا يعلنوا أنه في كورونا إلا بعد توجيهات من سيدهم بعد ما طلعوا، أما قبله ما يتكلموش، هو الوحيد الذي يقول في مرض ولا ما فيش مرض ولا في فيروس بتوجيهات منه.
ولهذا زي عادته طلع عامل نفسه عريف عندما يعمل نفسه خبير في الاقتصاد وفي العسكرة وفي السياسة وفي الطب وفي البيولوجيا والتكنولوجيا، يعمل نفسه عريف في كل حاجة وداعي إسلامي وخطيب ويعرف شؤون الدنيا والآخرة. طلع يتكلم من أين مصدر هذا الفيروس؟ عرف عن الأمريكيين وعن دول أخرى أنها استخدمت هذا النوع من الأسلحة نشر الوباء. زي العادة أمريكا يرجو لها فوق أمريكا، وعارف أنه معاه أتباع كلها قد بيموتهم باسم أمريكا، ما عاد يقدر يقول لهم خلاص مرضوا وأمريكا. ولهذا بتعامل مع المصاب مع الفيروس كأنه أمريكي، لأنه بيقول لك الفيروس في أمريكا جابته لليمن، ولهذا يعني يسحبه السحب ويختطفه أمريكي فيروس. زي عادته طلع قال أمريكا. طيب ليش، إيش مصلحة أمريكا تجيب الفيروس لليمن؟ الأمريكيين أنهم اشتغلوا منذ سنوات في مجال العمل على الاستفادة من فيروس كورونا ولنشره ونقله إلى مجتمعات معينة، يجد فيه بلدا منافسا له فيتجه إلى استهدافه لإضعافه. عرفتوا ليش أمريكا بتستهدفنا بهذا الفيروس؟ لأني تستهدف الدول المنافسة له، عايشة الدور وأحلام اليقظة عندهم إن شاء الله، حتى وهو أمام الشاشة عايشة الدور أنه هو ترامب قطبي العالم. الآن الصراع في العالم هو بين اليمن وأمريكا على العالم، من يسيطر، إحنا أو هم. مع أنه إذا رسلوا شوية مساعدة قفز هو جماعته أكلوا المساعدة وهي أمريكية ويضاربوا ويروحوا يبيعوها، بس هو ما زال يشوف نفسه أنهم بيستهدفوه، ومع شوية ناس يضحكوا عليهم. مع أنه لو جينا نشوف ما هي أكثر دولة مصابة ولديها وفيات من الفيروس كورونا، بتجد أن أمريكا. فكيف هم بيستهدفوا نفوسهم؟ خلونا من هذا وجماعته، هم بيجلسوا يرجموها لا فوق أمريكا ولا فوق إسرائيل وكذا عشان ما يتحملوش مسؤولية، لأنهم طبيعي لن يتحملوا مسؤولية، وهمهم فقط الله مجهود حربي، هات حق الزكاة، هات حق المولد النبوي كذا. وإذا همهم كورونا في شيء بيهمهم المساعدات، إذا جاءت مساعدات باسم كورونا هذا الذي بايهمهم، فلن يتحملوا. وحين يقول لك والتحالف رجم لنا من الهواء كمامات من فيروسه، يعني الفيروس نفسه ما قد فكرش بهذا الفكرة من أجل، ويمكن يحصل ناس يصدقوا هذا الحجة وأنه خلاص جاء لنا مطر من فيروس بالطيران، ما بنتقلش فيروس بالطيران لا عندنا. عموما هؤلاء لن يتحملوا المسؤولية. من يتحمل المسؤولية إذن؟ باقي معك الحكومة الشرعية، وهي المسؤولة شرعا وأمام المجتمع الدولي وأخلاقيا أمام الشعب. ما دورهم في هذا المسألة؟ ما دورهم في الوقاية والتخفيف من هذا الفيروس ومن آثاره؟ أيضا المجتمع له دور كبير في الوقاية والتوعية والتقليل من ضحايا خطر وباء كورونا. فيروس كورونا صح مميت، إلا أن الوقاية منه سهلة. في كل الأمراض يقال الوقاية خير من العلاج، ولكن في فيروس كورونا ما فيش علاج، ولهذا ما فيش معك إلا الوقاية. الوقاية في هذه المرحلة هي العلاج الذي تجنبك الإصابة بمرض كورونا. أصلاً منك يا كورونا، أصلاً منك يا كورونا. كورونا كورونا كورونا، كورونا ألي له الله والمباعد، الله كان عاد باقي مداكي بينهم بعدوهن، هذا هو المبعد. يا جماعة هذا مرض، يعني الموضوع مش تحدي، ولا هو الموضوع بالعفاضة ولا بالقوة ولا من أعفض أنا ولا أنت تحتك يا فيروس، لا أبدا، ما ليش دخل لا بالشجاعة ولا بالبطولة ولا أنه والله أنت حتى الفيروس هذا. كل ما في الأمر أنه والله لو حصل ولا قدر الله وضاعفت يعني حالة الإصابة، والله بيقع كارثة لا نتمناها. إحنا في بلد لا يوجد لديه نظام صحي، لا يوجد لديه بنية تحتية صحية حقيقية. إحنا معانا 3 مستشفيات، الكويت والجمهوري والثورة، وهذا كلها من السبعينات من عهد الحامدي. ما فيش، لا تصدقوش إن عندنا بنية تحتية صحية. إحنا كان المسؤول عندنا إذا جاءت الزكمة فقط راح الخارج يتعالج، ما كان يدخلوش ولا يرضوا يدخلوا مستشفيات يمنية، لأنهم عارف إن ما فيش طب، ما عملوا لناش أي بنية تحتية ولا صحية في بلادنا.
الموضوع مش موضوع تحدي، الموضوع انه خطر هذا في دول ركعها هذا الفيروس، ودول استسلمت واعلنت بلادها منكوبة وعندها يعني بنية تحتية. احنا تعرفوا كم عندنا؟ عندنا 1500 سرير هذا المجهزة في الجمهورية، 1500 لـ 1500 شخص. هذا العدد في الدول الأخرى في حارة، في مستشفى في حارة. احنا هذا العدد موجود لليمنيين كلهم 30 مليون. بمعنى انه لو حصلت كارثة لا قدر الله يعلم الله كم الضحايا. احنا تعرفوا الحجر الصحي كيف عندنا عندما يفكروا يعمل حجر صحي. حجر صحي، حجر صحي. الله والحجر الصحي باليمن ما شاء الله ما شاء الله. حجر صحي باليمن ما شاء الله. هذا حال الحجر الصحي عندنا. هذا صحي مش عادي. صحي اسمه. يعني أسباب الحياة والخدمات متوفرة للفيروس مش للمواطن. الفيروس ينتقل بالراحة في هذا الحجر الصحي. أيضا التعقيم كيف يحكموا المواطن ويكافحوا له في فيروس؟ كيف بيعكمهم؟ هذا على أساس الآن بيعكمهم، بيعكمهم بيغسلوهم. في فرق بين التحميم والتعقيم. هذا بتحممهم. يعني ماشي بهذا الطريقة نهائيا التعقيم. يعني بيقول لك باعد بينهم حتى في المشي قاموا يتحمموا مع بعض بيسكي شجر. من قال لكم انه هذا طريقة للتعقيم؟ ايضا قالوا بيعقموا الشوارع في عدن مثلا بهذا الطريقة. أنا هذا على أساس بيعكم الشوارع راح يعكم القمامة. أولاً ما حدش يعكم قمامة في التاريخ كله. يشيلوا القمامة، شيل القمامة وارفعها مش تعكمها. يعني على إيش محافظ عليها؟ إنه خلاص الآن لو جو يستخدموا القمامة معكم جاهز. أو قصتكم إني هذا آثار كذا عشان ما يتخرب شكل المدينة ويروح القمامة منها، يعني عشان السياحة وهيش. لا شيل القمامة بس ما يحتاج تعكمها. بالعكس بالطريقة هذا إذا في فيروسات وفي كورونا ممكن بالدخان هذا يستنشقوها الناس ويصيبوا كلهم. يعني مش طريقة وقاية، طرق الوقاية من فيروس كورونا معروفة وبسيطة جدا. غسل أيديك بالصابون، مع كمامة، تباعد بينك وبين الناس، أشياء معروفة للناس جميعا. عموما وباء كورونا جائحة منتشرة في كل أنحاء العالم، ليس بلادنا فقط، ولكن الوقاية هي خير علاج لهذا المرض. الاستهتار ولا مبالاة قد يصيبك بهذا المرض. وإذا كنت مستهتر لا تنسى أن لديك أسرة وأهل وأقارب وجيران ومجتمع باستهتارك ربما يصابوا وليس لهم ذنب. أيضا ما فيش داعي لكثرة القلق والخوف والرعب والهوس بالمرض إلى درجة أنه ممكن تفقد مناعتك بسبب كثرة التفكير بهذا المرض والرعب منه والخوف منه. في الأول والأخير هو مثل بقية الأمراض، خطورته فقط في سرعة انتشاره. أما هو كمرض ممكن تتعافى منه بسهولة، بل في حالات أصيبت وتعافت وما عرفوش أصحابها أنهم أصيبوا بفيروس كورونا. يعني القلق مش في صالحك، قد تفقد مناعتك ويفتك بك المرض أكثر من الذي ما بيفكروش في المرض أساسا. أيضا هذا المرض له عيب وله جريمة وله فضيحة وله وصمة عار. التعامل مع شخص مصاب بهذا المرض وعنده حالة كورونا، يعني المفروض هو مريض مثله قد يشافيه الله بسهولة، لكن التعامل معه بدونية أو بإزدراء أو أنه منبوذ لا يصح أبدا. يعني سمعنا أن في قضايا أن في ناس أصيبوا بحالات يوصلوا الجيران يا كورونا يلا خرجوا من الحارة. لا يصح التعامل بهذا الطريقة مع شخص مصاب. بالعكس المفروض الناس تواسي أسرته، عايشة في قلق أكثر من غيرها. المفروض نواسيهم هؤلاء ونشوف أيش يحتاجوا. يعني أما أنه ننظر لهم نظرة دونية وأنه مرتكبوا جريمة، ولا هو جريمة ولا هو قضية عرض ولا شرف، هو مرض أصاب ما ليش ذنب فيه. إن شاء الله ربي يعافي الجميع ويسلم الجميع من هذا المرض ومن كل الأمراض، ويعافي اليمنيين وغير اليمنيين والبشرية أجمع إن شاء الله. خمسة وعشرين حلقة هو ما استطعنا إنجازه في هذا الموسم. الإنتاج والعمل والشغل في زمن كورونا صعب جدا، ولكن
يعني استطعنا أن ننجز 25 حلقة مع أنه كل المدارس والفصول تغلقت، ما بقى إلا هذا الفصل شغال في زمن كورونا. هذا الفصل كان بالنسبة لنا هو مكان التصوير، وهو مكان العمل والإعداد، ومكان الأكل والشرب والنوم أيضا. الله تمام. هيس أزوائي. هلا هلا. إبراهيم الوحش. هلا أي. سلام عليكم. الله يخليك. تفضلوا عندنا. يلا. ونحن على وشك النوم. على وشك أنت. في هذه الليلة الصحراوية. في زمن كورونا. فين احنا نايمين؟ الفصل على اختبارات. شو هذا الهيكل نايم جنبنا؟ معنا اختبارات يا ابراهيم. معنا اختبارات، بنذاكر نجتهد ان شاء الله. دعوا لنا. ايضا التمشيه واللياقه والرياضه والكذا، يعني اذا ضبحنا وما عرفناش ان نروح نمشي، نمشي داخل الفصل ونتريض زي ما كان يعمل ابراهيم. هذا الرياضة في الفصل، وهذا الطالب الشاطر لأنه حجر صحي ويشتي تريض، ما فيش معه إلا تريض في الفصل. أيضا بعد الراحة عندما تكمل الحصة وأن كنا نروح، وسيلة الترفيه الوحيدة معنا كان معنا هذا اللعبة الزيرو، مدري إيش اسمها، يعني كنا نلعبها أنا عشان هكذا الجدار تخزق من كثر ما نلعب في الفصل. سارية هو أب البرنامج. أيضا في نفس الفصل هذا صورنا الفلاشات الدرامية، صورنا الأغاني والكليبات، وكل إنتاج البرنامج معظمه كان في هذا الفصل لأنه كورونا ممنوع التصوير الخارجي، فكان هذا الفصل هو المكان اللي صورنا فيه الكليبات، كنا فقط نغير الشكل والزوايا والديكورات. ختاماً نشكر كل من تابعنا في هذا البرنامج ومن نشر حلقات البرنامج، نشكر الجميع، نشكر من أثنى وشكر، من مدحنا ومن اختلف معنا، من جاب لنا مقترحات أو ملاحظات، نشكر الجميع. نحن في هذا البرنامج نحرص بقدر استطاعتنا أننا نقدم شيء يفيد للناس، مع أن وضعنا في اليمن مأساوي، صعب جداً أنك تصنع نكتة من وضع مثل اليمن، ولكن نجتهد أننا نقدم معلومة بالأساس، ونقدم أيضا نكتة وابتسامة للناس. نحرص جاهدين على أننا نكون صوت من ليس لهم صوت، لن ننحاز لأي سلطة، سننحاز لمن ليس لهم سلطة، سننحاز للدولة نعم، ولكن لن ننحاز للأشخاص. سنحرص أن يكون هذا الفصل ليس فصلي أنا ولا فصل زملائي، سيكون أبناء اليمن جميعا في هذا الفصل وإن لم يحضروا فيه. ولا أنسى أيضا أننا نشكر قناة بلقيس من أتاحت لنا هذه الفرصة ووفرت لنا
المستلزمات والإمكانيات لإنتاج هذا البرنامج. نشكرهم إدارة وأعضاء، نشكر الفريق، نشكر زملائي هنا في الفصل، نشكر المصورين وكل من ساهم، نشكر المخرج أيضا وكل من ساهم في إنتاج وإنجاز هذا العمل. أيضا من ضمن الأشياء المؤلمة والمحزنة لنا في هذا البرنامج أننا فقدنا أخ وصديق وزميل عزيز علينا، وهو الأخ رمزي الحرازي. كان مصور في هذا البرنامج رئيسي، يعني إلا أنه توفاه الله أثناء تصويرنا لهذا البرنامج. صورنا بالليل، أتينا الصباح ليخبرونا أنه توفاه الله بسبب أزمة قلبية رحمة الله تخشاه. كان من أفضل الشباب ومن أنقى الشباب، كان روحه حلوة. وفاته ترك فراغ كبير لنا وتأثرنا كثير، يعني لم نستطع إكمال التصوير لأيام. نسأل الله له الرحمة والأهله الصبر إن شاء الله. رحم الله أخونا وصديقنا رمزي، ورحم الله كل الأموات. هذا ما استطعنا أن نقدمه في هذا الموسم. نتمنى أننا وفقنا في تقديم مادة وبرنامج يستحق المتابعة والمشاهدة. استطعنا إلى حد ما أن نرضي جمهورنا، مع أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولا يوجد عمل بشري مكتمل. ولهذا حبينا أيضا نوضح أننا في إحدى حلقاتنا، وهي حلقة الأحزاب اللي ناقشنا فيها الانتخابات والديمقراطية، ذكرنا معلومة وحبينا الآن أن نصححها. قلنا أن عضو مجلس النواب الشيخ عارف الصبري ترشح وخسر في الانتخابات، واتضح لنا بعدها أنه ترشح وفاز وما زال عضو مجلس النواب إلى اليوم، ولكن له رأي في الديمقراطية. وأيضا نحن في الأول والأخير قلنا رأي، نحترم رأيه، وأيضا رأينا ليس ملزم لأحد. أن تقدم برنامج للجمهور اليمني، لشعب قرابة 30 مليون، أمر مش سهل أبدا، يعني الأمر جدا صعب، خصوصا أنك في شعب وفي بلد معقد وتركيبته أصبحت صراعات متداخلة، ما عاد تعرف صاحبك من غريمة. وزي ما قلنا في أول حلقة، الدنيا معصودة، ولهذا إحنا نتناول وكأن إحنا نمشي في حقل ألغام. ممكن كلمة واحدة لو غلط فيها أو كذا بيمسحوا بك، بينسفوا كل تاريخه. ولهذا يعني الشغل، خصوصا برنامج ساخر، في مجتمع كل طرف لديه مقدساته الذي يزعل لو تناولته أو ناقشته. لا تختزلوا اليمن ولا الجنوب ولا الشمال في أشخاص، هؤلاء أصحاب قرار وفي مسؤولية، وإحنا بنتناولهم. وأحيانا يقولوا ليش ما بتكلم على فلان، باقي فلان، باقي فلان، باقي، وكأنني منصرف مساعدات. لا، البرنامج يتناول شخص أثروا أو قاموا بعمل معين، يعني قمنا نناقش هذا الرأي. ونصيحة أخيرة أقدمها للشباب بصفتي، يعني أعتبر نفسي من ضمن الشباب، يقولوا قد معي لحية وخلاص شيبت، بس ما زلت شباب، يعني أعتبر نفسي منهم. نصيحة محب: نحن في بلادنا نعيش صراعات غابرة، صراعات متجذرة من سنوات، لم نكن نحن طرفا فيها، لم نكن سببا في اندلاعها، صراعات من زمن غابر، إذا كان واقعنا بيتزور وإحنا بنشوف كيف بزمن ما حضرناش ولا كنا جزءا منه. فلماذا نعيش صراعات غيرنا؟ ناس يعيشوا صراعات الحسن والحسين ومعاوية، وناس بيعيشوا صراعات لينين وماركس والاشتراكية والرأسمالية، وناس داخلين في صراع سيد قطب وحسن البنا وعبد الناصر ومدري إيش.
لماذا نحن نستورد ونورث هذه الصراعات التي لم نكن سببا فيها ولا جزء منها؟ نحن علينا أن نشوف للأمام، نشوف لمستقبلنا. يعني ما ورثوا لنا لا اقتصاد ولا تنمية ولا بنية تحتية ولا بلد مزدهر، فليش نتبنى صراعات وأحقاد وثارات لم نكن جزء منها ولا نعرف تفاصيلها؟ وإذا أردنا أن ننتشل اليمن ومن الواقع الذي تعيش فيه ونخرجها من الحرب والصراعات ونصلح ما أفسدوا هؤلاء، ما علينا إلا أن نفتح صفحة للمستقبل، صفحة نصلح ما استطعنا أن نصلح. أما أننا نظل في صراعات الماضي وفي حروب الماضي ومشاكل الماضي فلن ننتهي، وسيظل اليمن زي ما هو يدخل في صراع بعد صراع، ويعلم الله متى ننتهي من هذه الصراعات والحروب. أما بالنسبة للشعب فهو لا يهم إلا أنه يعيش يعيش، وكثير من أبناء اليمن قد ملوا من هذا الواقع اللي هم فيه. اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هكذا أكثر من 22 مليون يمني في حاجة. أطفالنا بلا حق، يلا نوفر لقمة عيشنا. قتلوا أطفالنا بلا حق، معملوا بهم، حاربوهم عيالنا، حاربوهم الأطفال، ماتوا من العطش. لا تستجعوا الناس تموت من المكرفس، من الضنك، من الكوليرا. اتقوا الله يجعلكم تستجعنا، تضاربوا على الكراسي، تتقاتلوا على إيش؟ اتقوا الله على المناسب، على الكراسي. فلسطين حرب يوقف، قتلوا لعنة وانعنة. ملينا من هذا الوضع يا أهل السعامة، خافوا حساب ربنا يوم القيامة، خلونا بس نعيش عيش بكرامة، خلونا بس نعيش عيش بكرامة. كل العوالم عايشة بنا وتعمير، وإحنا سنين وسنين حروب وتدمير، نتمنى لو بس الوطن يصبح على فهمونا الأسباب.
حساب ربنا يوم القيامة. خلونا بس نعيش عيش بكرامة، خلونا بس نعيش عيش بكرامة. كل العوالم عايشة بنا وتعمير، وإحنا سنين وسنين حروب وتدمير. نتمنى لو بس الوطن يصبح على خير، نتمنى لو بس الوطن يصبح